مرحبا حياك الله. الله يبيك. الحمد لله على السلامة. سلمك الله. الله يبارك. ولا تعبت. وأنا زمت قبل شوية تعلم الشباب الفرنسي ولا والموروث ولا. إيه والله لنا الحمد لله. الله يعطيك العافية. اسمك ونبدأ مختصر عنك. الاسم محمد لافي العازمي. نعم. معليك زود العمر 26 سنة. المؤهل العلمي ماجستير كيمياء عضوية. شاعر وراوي قصص قديم. القصة الأولين قصة وقصيدة. ماجستير تعمل ولا تدرس؟ حاليا أعمل. نعم أعمل في شركة. مع شركة في مع خالي في الكويت والحمد لله ماسك مدير العلاقات العامة. ما شاء الله. شاعر نظم محاورة؟ لا نظم ولي في المحاورة. ترى محاورة؟ لي شوي ما لي فيها. ترد ولا؟ لا والله عفنا المحاورة عفنا. طيب عطني قصيدة. قصيدة اشتقارك في الكويت؟ ايه طويلة تبا ولا على ما ها؟ تبا قصيدة ولا بيات؟ يعني لا تطولها ولا تقصرها خلها وسط. بين وبين يقول ابن عبد الرجيم. انت داخل البرنامج كشاعر؟ اي نعم. ايه يقول النفس لوامة ولا العين عبرات فيها من الحزن الموثق علامة وإن شفت من بعض الرديين هفوات لدى الصراسة مثل الراسة النعامها الصد ما هو ضعف بعضها مروات صدك أنا خروج الجهالها كرامة ترى الردي لو تهزمها 10 مرات لزاد مقافها ترى عدى عظامها نشرها للحيين من فعل الأموات نشرها للحيين من فعل الأموات للفعول الباقية والزعامة وحنا فاعلنا تراها سلامات وحنا فعيلنا تراها سلامات اللي مش يقول يشتكي من دوامه هن جاء الهربيد السوال في مجالات يفتل شنباته ويكرب إحزامه كأنها مشارك في جميع الغزوات كأنها مشارك في جميع الغزوات فتح نجد وتسيد تهامه يبي الرع الطيب يا الربع ضيعتها صح انا اسف وانا والله جايكم من رحله وتوني واقف عليكم هنا يشهد الله ولا والله ان ابو فزاع قد استضافني والله لك الحمد جملنا الله لكن والله اني توني جاي من رحلتي من الدمام الى الاستضافه غير واللي موجود انتهينا على قولهم اللجنه ترى اللجنه ما يعرفونك ويبون يبون اكثر منك ترى نعيد القصيده نجيب لكم شيء جديد انا ودي اسمع عن او نقرا تعليقات الجمهور بعد بخصوص هذا الموضوع المتسابق إذا جاي مقدم بأي مثلا إنه منشد أي موهبة منشد شاعر تشوفون هذا شيء زين النموذج اللي صار على سبيل المثال إني أجي وأنا حافظ قصيدة وأنساها أو أجي وأقول مثلا مش تبوني أسمعكم أي موال ولا أنسى كلمات الأغنية اللي أنا قاعد أغنيها تشوفون هذا شيء جيد أو لا أي شيء يجيب شيء مقنع يدخلك القرية أبشر يقول الله ظروف السنين الفائتات ما تطرح عزوم الرجال الشامخين يا كثر ما نسمع عن اللي فات مات وحنا من ظروف الليالي ميتين نعطف على الماضي عشان الذكريات وحوال ماضينا تنهات ونين وانا معي حزني على 4 جهات واقول زانت ميرايته لا تزين وجهي عليه وسوم حزن وجلد ذات ما هو مني من صواديفه السنين يبين راع الطيب وقت النايبات ولا الردي قبل لزومك ما يبين تبي تعلمه الليالة المقبلات انه قصر عن نهج خطلانة اليمين اللي صفوا بالنايبة والمعضلات 2 واصحاب الرحخاء حول 40 بقفل الموضوع واللي فات مات والناس فيها ناقصين وطيبين الله يعطيك العافية شكرا أداؤه بالقصيدة هذه أفضل من اللي قبل كيف استرساله وشوفوا يمكن تكون حافظ ومتمكن حتى وانت بلقائك يصير فيه حضور أكثر فهذه عندي أفضل من الأولى الله يعطيك العافية أنا آسف جدا قصرت والله أني جاي من المطار اللي عندك لا ما قصرت تعبان جدا ما قصرت الله يطول عمرك أتمنى أن جملناكم والله يجملكم جملت الله يطول عمرك شكرا يا حمد